انه المخرجين بيسبوا وبينعلوا وبيشدوا شعرهم يا ناس وخلصوني واطلع. ايه ده فين؟ اه غدا ده مخرج غدا. لا طبعا كان بيعمل كده. لا 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 ده قال عليك اديك الرومي. لا 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 اي حاجه بيسخنك ابدا. بص سامي من المخرجين اللي بيحبوا شغلهم جدا جدا، بس برضه في وقت الراحه تحس ان هو انت جايب بالظبط طفل عنده 18 سنه او 17 سنه بيجري. جميل. تبقى بنلاحق عليه. طب يا استاذ اهدى، طب تعالى بس نعمل مش عارفه ايه. اه حل ثانيه واحده بس، ويبقى بيتكلم معاك وبيتكلم معايا وبيتكلم مع كل الناس في وقت واحد، لكن وقت الشغل بيفصل تماما. شخصيه ثانيه. اه طبعا شخصيه ثانيه خالص بجد. وما فيش لعب وما فيش تنكيت وما في ايه. عايز اقول لك ايه يعني، مع سبق الاصرار اخراج محمد سامي، فلك ان تتخيل كان ماسك اللوكيشن ازاي. غدا.